أهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة الميثاق الوطني ومقال الكاتب صباح الناصري: الحكم على الناشط حيدر الزيدي بالسجن 3 سنوات بسبب إعادة تغريدة تسيء للحشد ليس إلا إنذار مسبق لمقاصد قوانين الزمر المتسلطة. تنازل الحشد عن الدعوة بسبب الضغط المجتمعي لن يغير شيئا في الرسالة، على العكس العفو عن الزيدي يضفي على مشروع القمع شرعية أكبر. الآن يقول الكاتب: الإطار التفليشي للدولة ولما يسمى الدستور يقدم قانون المعلومات القامع للحريات، لأن أحزاب السلطة وخصوصا في ظل الاحتجاجات العارمة في إيران المهددة للداعم الرئيسي للإطار التنسيقي وميليشياته تريد حماية نفسها من الشعب بشتى الطرق، إدراكا منها أنها لا تمتلك قواعد شعبية تحميها وأن وسائل التواصل الاجتماعي هي سلاح الشعب. المحتوى: مسودة القانون تخلط عمدا بين جرائم تنضوي تحت قانون العقوبات ويتم التعامل معها هناك، وقانون المعلوماتية وحرية الرأي والتنظيم والاحتجاج المكفولة دستوريا لتعكير المياه وتضبيب الرؤية، ومن ثم قمع وتجريم الآراء الحرة والممارسات التنظيمية التجمعية تبعا يتناقض القانون بشكل صارخ مع الحقوق الدستورية. هذه ليست هفوات لغوية أو تقنية في المسودة، إنما تمثل سياسة تعويم لقصدية القمع. المغزى إذن: ما القصد من القانون الآن؟ إحباط أي بذرة عفوية احتجاجية وردع أي محاولة لتغيير مسار العملية السياسية قانونيا إجرائيا تنظيميا مؤسساتيا أو من خارج المؤسسات. المطلوب من الشعب إذن التزام الصمت والرضوخ لديكتاتوريات قطاع الطرق. يقول الكاتب علي حسين في صحيفة المدى: قبل 3 سنوات بالتمام والكمال خرج علينا السيد يوسف الناصري وهو يعلن من إحدى الفضائيات بالحرف الواحد أننا لسنا بحاجة إلى الجيش، فهو جيش مرتزق. ولم يكتف الشيخ بذلك، بل طالب بأن يتم حل الجيش العراقي آنذاك لم يسأله أحد ولم يتم استجوابه، بل أن الشيخ تفاخر بما قاله وخرج ثانية ليعلن أنه مصر على أن الجيش مرتزق. سيقول بعضهم: يا رجل، تتحدث عن الديمقراطية وتطالب بمحاسبة سياسي لديه رأي بالمؤسسة الأمنية. يضيف الكاتب: كنت سأصفق للديمقراطية لو أنها تعاملت بالمثل مع شباب الاحتجاجات الذين قتلوا وغيبوا لأنهم طالبوا بمجتمع يحترم القانون ويحاسب الفاسدين وناهبي المال العام، لا أن تتحول مطالبهم إلى نوع من أنواع الجريمة التي يجب مواجهتها. وكنت سأصفق أكثر لو أن الذين سرقوا أموال الضرائب والكهرباء تمت محاسبتهم. للأسف أن بعض القرارات التي تصدر ضد شباب الاحتجاجات، وكان آخرها القرار بسجن الشاب حيدر الزيدي 3 سنوات لمجرد تغريدة نشرها حتى وإن اختلفنا مع مضمونها، تشير إلى عودة الروح إلى شرايين نظام استبدادي. لكننا نكتشف كل يوم ألا شرعية لمطالب العراقيين في دولة لا تحترم مواطنيها ولا تضمن الحرية لمن يعيش على أراضيها، دولة تتحول إلى حلم للمسؤولين والمنتفعين والانتهازيين والسراق ممن يجدون مصلحتهم في استعادة الدكتاتور لربيعه. لقد بات واضحا أن حلم العراقيين بالديمقراطية والحريات والدولة المدنية الذي بدأ مع زوال دولة القائد المؤمن قد أجهض وإلى غير رجعة، والسبب قوى سياسية ضحكت وما زالت تضحك على الناس بشعارات مضللة. كان العراقيون يأملون من هذه القوى أن تنهض بحياتهم وتشرع قوانين تمنع سرقة المال العام وتمنع المسؤولين من تزوير شهاداتهم وتمنع تحويل مؤسسات الدولة إلى ملكية لأحزاب
وأشخاص. إلى صحيفة القدس العربي ومقال للكاتب مثنى عبد الله: على وزن مقولة اكذب اكذب حتى يصدقك الناس، يمكن القول اسرق اسرق حتى يبرئك القضاء ورئيس الوزراء في العراق. فلم تعد القيم الاجتماعية وحدها ضحية في العراق الجديد، حيث بات السارق وهو مغتنم الفرصة الذي ينطبق عليه القول قد فاز باللذات من كان جسورا، فتحتفي به قبيلته كأحد أبنائها البرارة وتدافع عنه دفاعا مستميتا إن تجرأ أحد وأطلق عليه صفة اللص. بل أن البنود القانونية التي تنظم العلاقات بين الناس أصبحت هي الأخرى ضحية الوضع الشاذ في البلاد، وأصبح من يسرق أموال الدولة والشعب مكفول الحرية بسلطة القانون والسلطة التنفيذية، يسقطان عنه جريمة السرقة إن أعاد الأموال المسروقة جزءا منها أو كلها، وهذا ما حدث في العراق الجديد قبل أسبوعين تقريبا. عندما يكون اللص في قبضة السلطة والأموال قام بتحويلها إلى عقارات يمكن للدولة التصرف بها، كما هي في الحالة التي أعلن عنها رئيس الوزراء، فإن وجود اللص في السجن تصبح له معاني كثيرة، منها أن السلطة قادرة وحريصة على تطبيق القانون، وكذلك وجود المجرم في السجن يعطي مثالا رادعا لكل من تسول له نفسه سلوك الطريق نفسه. لقد سقط رئيس الوزراء العراقي في الوهم نفسه الذي أصاب من تسلموا المنصب قبله، حين تصور قدرته على بناء الثقة بينه وبين العراقيين وتمييز نفسه عن غيره، لكنه نسي أن الثقة بين الحاكم والمحكوم لا تأتي جزافة، وهي ليست تحصيل حاصل من خلال القيام بفعاليات استعراضية وحركات پهلوانية، فثقافة السيرك والألعاب السحرية تثير الضحك فقط لكنها لن ترسي حقائق على الأرض. المشكلة أن العراقيين أدركوا تماما أن المنظومة السياسية الحالية نشأت نتيجة حرب وتقاسم لكعكة السلطة حسب المحاصصة، لذلك فإن الطريقة الوحيدة التي تستطيع بها هذه الشلة الفاسدة البقاء هي تشريع نهب المال العام. أعلنت أكبر مكتبات بيع الكتب العربية والشرق أوسطية في أوروبا أنها ستغلق أبوابها بنهاية كانون الأول ديسمبر الحالي، ولامت المؤسسة ارتفاع أسعار الكتب العربية والآثار التي تركها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأنشئت مكتبة الساقي في بيز ووتر في لندن عام 1978 لكي تكون مصدراً للكتب الصادرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتلك الصادرة باللغة الإنجليزية واللغات الأخرى. وفي تقرير نشرته صحيفة الجارديان وأعدته سارة شافي قالت إن العناوين الأكثر مبيعاً للمكتبة في الفترة الأخيرة شملت على خبز وملح لأسمهان برواني بالكردية والإنجليزية، والشاعرات العربيات من العصر الكلاسيكي باللغتين العربية والإنجليزية. وستغلق المكتبة أبوابها في 31 من كانون الأول ديسمبر، حيث قالت مديرة المكتبة سلوى غازبار إن القرار كان صعبا واتخذ بسبب التحديات الاقتصادية الأخيرة مثل زيادة أسعار الكتب العربية. المكتبة كانت تحصل على الكتب وتشتريها من لبنان، إلا أن الوضع الاقتصادي هناك جعل هذا مستحيلا، حيث زادت أسعار الكتب بشكل دراماتيكي، وكان على الناشرين زيادة أسعارها للحفاظ على دور نشرهم إلى جانب تضاعف أسعار الشحن. وهناك عامل هو سعر الصرف الذي لم يعد في صالحنا، كنا ندفع بالدولار، وبالطبع زيادة كلفة المعيشة في بريطانيا، فقد زادت كلفة إدارة وتشغيل المكتبة. وقال غاسبار إن مبيعات المكتبة شهدت انخفاضا بسبب البريكزيت، وكنا نبيع الكثير من الكتب للاتحاد الأوروبي ولم يعد متاحا بسبب العمولات وغير ذلك. وأضافت أن المكتبات العربية في بريطانيا والتي تعد جزءا مهما من عملنا لم تعد تشتري الكثير، وخسرنا جزءا كبيرا من تجارتنا لأن الزوار العرب لم يعودوا يزورون بنفس الأعداد،
وهناك مسألة جيلية أيضا، لم يعد الشباب يتوقفون ويزورون المكتبة كما كانوا يفعلون في الماضي. موقع بريطاني حاكم فلوريدا معادل للمسلمين وداعم للاستيطان، وصعوده في الحزب الجمهوري يقلق مسلمي وفلسطيني أمريكا. نشر موقع ميدل إيست آي تقريراً أعده عمر فاروق حول مخاوف المسلمين والفلسطينيين الأمريكيين من مواقف النجم الصاعد في الحزب الجمهوري وحاكم فلوريدا المعاد انتخابه حديثاً رون دي سانتيس، والذي يحضر نفسه لكي يكون المرشح الرئاسي للجمهوريين في انتخابات عام 2024. ولكن الناشطين والمنظمين يقولون إن خطابه المتعصب يذكرهم بالخطاب الذي ولد في أثناء ما عرف بالحرب على الإرهاب. وجاء في التقرير أنه بعد ترفيع دي سانتيس عام 2006 إلى مرتبة جنرال في البحرية الأمريكية، سافر إلى معتقل غوانتانامو للعمل كمحام وليتأكد من تلقي المعتقلين حقوقهم الممنوحة لهم بناء على تعليمات المعتقل وميثاق جنيف لمعاملة السجناء. بعد أن خدم في العراق وعمل في غوانتانامو، مضى دي سانتيس في رسم مسار سياسي له حددته التشريعات التي استهدفت المسلمين والفلسطينيين الأمريكيين، وزاد رصيده الآن بعد فوزه في انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني نوفمبر، حيث أعيد انتخابه من جديد متفوقا على منافسه بعشرين نقطة. وفي الوقت الذي يفكر فيه حاكم فلوريدا بخوض انتخابات 2024 والتي سيواجه فيها دونالد ترامب، يتساءل المسلمون والفلسطينيون بقلق عما ينتظرهم. وقال أسامة أبو أرشيد من منظمة أمريكيون مسلمون من أجل فلسطين إن الدخول في السباق الرئاسي عن الحزب الجمهوري سيرسل رسالة سلبية ليس للأمريكيين المسلمين ولكن لكل الأقليات في هذا البلد. وأضاف أن الرسالة الجوهرية هي أن الحزب الجمهوري سيمثل من قبل حاضنة للعنصرية وعدم التسامح والإسلاموفوبيا، وأن هذا الحزب لا يحترم قيم المساواة للجميع. والآن أدعوكم لمتابعة رسوم الكاريكاتير. برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم. اليوم يجب على الشعب العراقي ينتفض انتفاضة كاملة، يرفض كل السياسي. عمي ما عندكم سيادة ولا عندكم ولاء، انتوا ناس ديولة جابتكم الاحتلال. طبعا هناك سخرية وغضب شعبي عراقي واسع على هذا القرار، قرار تسييج الجسور كحل لحد مظاهرة الانتحار. يا أخي العزيز، ماكو وجدان، ماكو ضمير، مو دولة. احنا فقراء على قد حالنا، ونرضى بالفقر ونرضى بالخبز والشاي، بس ثم تعلم على الورق وعلى الدفاتر وعلى المليارات. أهلا بكم من جديد. حقق منتخب المغرب انتصارا تاريخيا على منتخب إسبانيا بركلات الترجيح ليتأهل إلى الدور ربع النهائي لأول مرة في تاريخه، في إنجاز غير مسبوق ليفرح الجماهير المغربية الموجودة
في استاد المدينة التعليمية في أداء استثنائي من الحارس ياسين بونو الذي تصدى لركلتي جزاء، وقدم المنتخب المغربي شوطاً أولاً مميزاً من الناحية الدفاعية والهجومية. فعلى صعيد الخط الخلفي اعتمد على خطوط متقاربة وحاول إغلاق كل المساحات أمام منتخب إسبانيا مع محاولة الضغط الموجه في منطقة الدفاع فقط، بينما في الحالة الهجومية اعتمد على التحويلات السريعة والتدرج السريع بالكرة. أما بالنسبة إلى منتخب إسبانيا فاعتمد على الاستحواذ لمحاولة حرمان منتخب المغرب الكرة، وحاول ضرب المنافس عبر التمريرات السريعة بين الخطوط من أجل الوصول إلى منطقة الجزاء، ولكن كل المحاولات باءت بالفشل بسبب التسرع في إنهاء الفرص أمام المرمى. ولجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح الحاسمة التي حسمها منتخب المغرب 3-0 ودخل التاريخ. وجد قطاع كبير من جماهير كرة القدم التي تدفقت على العاصمة القطرية الدوحة من مختلف أنحاء العالم لحضور مونديال قطر 2022 في هذه القمة الكروية العالمية التاريخية مناسبة لمعايشة الحدث الذي لا يتكرر إلا مرة واحدة كل 4 سنوات. وحرصت جماهير كثيرة على اصطحاب أسرها وأطفالها معها في المدرجات لتشجيع منتخباتها وتعزيز الذاكرة الكروية بصورة فريدة لديهم. وشاركهم هذا الحرص قطاع كبير من المقيمين والوافدين في قطر. ومنذ افتتاح البطولة وحتى دور 16 لا تكاد تخلو مباراة من المباريات أو ملعب من الملاعب من مشهد حضور الأطفال من جنسيات مختلفة للمشاركة في تشجيع فرقهم، كما لم تخلو منهم أيضا مناطق المشجعين التي وفرتها قطر في مناطق متفرقة. ولا ندعوكم لمتابعة هذا الفيديو الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. فنادق صومال العاصمة ليست آمنة، تتكرر الاستهدافات لتصحو مقاديشو على دوي انفجارات وإطلاق نار كثيف، أحدها هجوم طال فندق فيلا روس القريب من القصر الرئاسي. الهجوم ليس الأول ويخشى أن لا يكون الأخير، تبنته ما تعرف بحركة الشباب المجاهدين التي تعمل الحكومة الصومالية على محاولة القضاء عليها. هجمات متكررة. الهجوم على فيلا روز سبقته سلسلة من الهجمات الفندقية، أعنفها هجوم على فندق حياة في أغسطس 2022، وأسفر عن مقتل 21 شخصاً وإصابة 117 آخرين بجروح. عام 2019 شهد بدوره هجوماً على فندق سيل الذي يقصده سياسيون وضباط جيش ودبلوماسيون. سبقه عام 2017 اقتحام فندق ناسا هابلود بعد تفجير سيارتين مفخختين، ثم هجوم مسلح ما تسبب بعزل رئيسي الشرطة والمخابرات من منصبيهما. هجوم آخر سجل في العام نفسه استهدف فندق دايا، ونفذت العملية بالأسلوب نفسه، تفجير سيارتين مفخختين ثم هجوم للمسلحين. عام 2015 شهد أيضاً أحد فنادق العاصمة هجوماً مزدوجاً أسفر عن مقتل 25 شخصاً بينهما نائبان. لماذا تستهدف الفنادق؟ الفنادق الكبيرة في الصومال تحولت لمقر إقامة شبه دائمة لكثير من الدبلوماسيين والسياسيين وضباط الجيش ومسؤولين، لما تتمتع به من حراسة مشددة وأجهزة مراقبة وخدمة إنترنت قوية وكهرباء ثابتة، وبما لا يتوفر بسهولة في أماكن أخرى في بلد يمزقه الصراع، حيث تنخفض مستويات الأمن والأمان ويهزه الفقر والجوع.
شكلت الفنادق هدفا خاصة لما تسمى حركة الشباب المجاهدين، خاصة عقب كل هزيمة ميدانية تتلقاها في مواقع القتال، للثأر أولا ولإثبات الوجود ثانيا ولإرباك الحكومة بحسب مسؤولين محليين. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، حتى ألتقيكم في صدى أقلام جديد، أستودعكم الله والسلام عليكم.